أهلا بكم. رئيس الوزراء يجدد موقف العراق من الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة ويؤكد دعم بغداد لصمود المدنيين في غزة المحاصرة. البيان الختامي لمجلس وزراء العدل العرب يؤكد تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ويشدد على إدخال المساعدات إلى غزة وإنهاء الحصار. العاصمة بغداد تستضيف الأربعاء المقبل المؤتمر 35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القصر الحكومي لبحث التطورات الفلسطينية. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني إلى 2808 في غزة، ومستشفيات القطاع تؤكد أن 64% من الضحايا هم أطفال ونساء. المفوضية تعلن انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين مطلع الشهر المقبل، وتحدد تشرين الثاني موعدا لتوزيع البطاقات البيومترية على الناخبين. خلال مدة إنجاز تبلغ 6 أشهر، العراق يفعل عقودا لتطوير 3 حقول غازية مع شركة إماراتية بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعب.